تعطل عمليات الكهرباء القروية للنواب المحترمين محمد القلعي، الشرقاوي، الزنايدي، حسان بلقاس، عبد الله أبركة، إبراهيم الموحي، الحسين بولقيد، مبارك الفارسي من الفريق الاشتراكي، فليتفضل أحد السائلين مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، السيدة الوزيرة، السيدين وزيرين، السيدات والسادة النواب المحترمين، سؤالنا هو كالتالي: على الرغم من المجهودات الكبيرة المبذولة في مجال الكهرباء القروية، لا زالت عدد كبير من المناطق بالعالم القروي تشكو من عدم ربطها بالشبكة الكهربائية، نظرا لعدم اتخاذ الإجراءات الضرورية للاستجابة لمطالب المواطنين الساكنة التي تشكو بحدة من ذلك، ولم يعمل البرنامج الجديد التي اعتبرتم انطلاقته امتداد لبرنامج الكهرباء القروية الشمولي على تمكين هؤلاء السكان من الاستفادة من هذه الخدمة الحيوية، هذا في الوقت الذي أعلن فيه عن توسيع أنشطة المكتب خارج أرض الوطن بشروعه في تفعيل عملية الكهرباء القروية في السنغال لمدة 25 سنة. ما هي أسباب عدم كهرباء هذه المناطق بالعالم القروي، وما هي الإجراءات التي ستتخذ لتدارك ذلك؟ وشكرا. شكرا. الكلمة للسيدة الوزيرة. شكرا سيد الرئيس المحترم، السيدات والسادة النواب المحترمون، السادة الوزراء. فكما تعلمون قطع برنامج الكهرباء القروية الشمولي أشواطا مهمة، وتحققت في إطاره إنجازات كبيرة مكنت من تعميم شبه كامل للكهرباء بكل المناطق القروية. وفي هذا الإطار بلغ عدد الدواوير المستفيدة منذ انطلاق البرنامج سنة 1990 حتى نهاية مارس 2009 حوالي 35,000 دوار، مما مكن من إيصال الكهرباء إلى ما يناهز 1,881,000 مسكن. وبلغ الاستثمار الإجمالي منذ انطلاق هذا البرنامج 17 مليار ديال الدرهم. ومكنت هذه الإنجازات من رفع نسبة الكهرباء القروية من 18% سنة 1995 إلى تقريبا 96% سنة 2009. والمكتب الوطني للكهرباء هو الآن في دراسات مع وزارة الداخلية باش تكون تقريبا التغطية الكاملة في أوائل سنة 2010 برنامج تكميلي بعد الإحصاء اللي هما كيعملوه الآن. بغيت أيضا نذكر بأن المكتب عنده برنامج تحت الإنجاز ديال مشاريع الكهرباء القروية اللي غادي تحقق الأهداف المتوخى منها، وغادي يكون تقريبا كهرباء 3000 دوار إضافية كتضم 119,000 مسكن عن طريق الربط بالشبكة الكهربائية الوطنية مع نهاية برنامج الكهرباء القروية الشمولي. وبالنظر لهذه الأرقام يمكن أن نلاحظ بعد الانخفاض في وتيرة الكهرباء خلال السنتين الأخيرتين، وهذا الانخفاض كيرجع إلى عدة أسباب، منهم عدم الاستجابة ديال الشركات لطلبات العروض الأثمان التي تم نشرها لعدة مرات، ويقوم المكتب الوطني للكهرباء حاليا بإعادة نشرها مع إجراء بعض التعديلات على بعض البنود. ثانيا التأخير الحاصل في عملية المصادقة من طرف اللجان الإقليمية على الشطر الأخير من برنامج الكهرباء القروية الشمولي. ثالثا تأخر بعض المقاولات في إنجاز أشغال الكهرباء. رابعا تعرض ملاكي الأراضي على مد خطوط الكهرباء. فكاين أيضا تعليق نشر طلبات العروض الخاصة بالجماعات التي ركمت متأخرات في إطار البرنامج إلى حين أدائها باقي مستحقاتها. ولتدارك هذا التأخر الحاصل يتم العمل بتعاون مع كل الأطراف المعنية على تسريع عملية المصادقة في إطار اللجان الإقليمية، وكذا إعادة نشر طلبات العروض، كما سيتم العمل على الاتصال بالسلطات المحلية قصد تدليل جميع الصعوبات التي تعثر عليها عملية الكهرباء القروية والإسراع بها. وشكرا. شكرا. كلمة لأحد السائلين فليتفضل مشكورة. شكرا السيد الرئيس. بالنسبة للسيدة الوزيرة شكرا على التوضيحات واللي من خلالها بينتم لنا بعض المشاكل اللي كتعترضكم. كيبان لي بأنه كاين أمورات أخرى، كاين عدة دواوير محرومة ما كاينش في هذه المشاكل اللي قلت أنتم ديال المصادقة ولا ديال الأراضي ولا ديال. نعطيك بعض الأمثلة على مجموعة ديال الدواوير اللي كاينة في مجموعة ديال أنحاء المملكة. دوار الغوالم جماعة إير بإقليم أسفي،
هذا ما بغيتوا ديروا معنا فيه تحل، بالرغم من كتبنا لكم وادينا لكم وقلنا لكم باننا غنخلصوا الفرق اللي هو كيفوق 27000 درهم، ما قلتوا لنا والو. السيد الوزير، كاين مجموعه من الدواوير، جماعه ولاد الطيب الواقع بفاس، جماعه حد حسوسن، وجماعه مولاي بو عزه بقليم خنيفره، جماعه قرموز بجماعه باقليم الناظور، كاين جماعه فرطاسه باقليم تطوان، كاين جماعه ولاد حمدان باقليم الجديده، وجماعه الغديره باقليم الجديده. هناك مجموعه من الدواوير اللي ما فيهاش هذه المشاكل اللي قلتوا لنا السيده الوزيره، وبرغم من ذلك فهي مازال كتفتقد لهذه المسائل هذه. كما قلت السيد الوزيره بان هناك التزام بين الدوله ممتلئ في وزاره الداخليه في شخص المديرية العامة للجماعة المحلية وبين المكتب الوطني للكهرباء. كنعتقد بأنه كاين شي مشكل تما بأن المديرية العامة للجماعة المحلية واش ما احترمتش لاجندا، لا انتم ولا هما ما احترموش لاجندا اللي كتعطي واحد التواريخ لإنجاز هذه المشاريع. بغينا نعرفوا واش المشكل في هذه المديرية، أو المشكل راجع لكم انتم بالأساس، أو لأسباب تقنية، أو لاختلال في الإنتاج التقاوي. هذا في الوقت اللي الوزاره ديالكم كتمشي للسنغال وكتصمم جيد، ولكن اعطونا احنا بعد الاكتفاء الذاتي للمغرب عاد سيروا للسنغال وسيروا مسائل اخرى. وشكرا السيد الوزير. شكرا. كلمه السيد الوزير في احترام السيد النائب المحترم. مره اخرى كان عرفنا بان اليوم التغطيه وصلت ل 96%، باقى 4%، وجميع السلطات المختصه منها الوزاره من الطاقه والمعادن والمكتب الوطني للكهرباء ووزارات الداخليه منكبين في التقييم الشامل لهذا البرنامج الحيوي المهم اللي قطع اشواط جد مهمه في الاهداف ديالو، وباش يصيب الحلول الناجعه والمناسبه باش يغطي التغطية كاملة إن شاء الله في سنة 2010 أو 2011 برنامج تكميلي. ثانيا تدخل المكتب الوطني للكهرباء ما يمكننا إلا نكون كلنا كمغاربة فخورين به، لأن هذا تعريفة عالمية وجهوية بالخبرة اللي كسبها هذا المكتب واللي كسبها المغرب في تكميل ديال الكهرباء القروية، وهذا من صالح المكتب ومن صالح المملكة في إطار التعاون. شكرا. شكرا إطار شراكة وعمل ديال المقاولات. شكرا السيدة الوزيرة.